جاءت مشاركة المصريين بالأمس في أول أيام الانتخابات الرئاسية كرسالة قوية للجميع بأنهم صف واحد تجاه التحديات الراهنة، ورسالة أيضا على وعيهم السياسي والمسؤولية تجاه الوطن. فالأمر لم يعد مجرد استحقاق دستوري فقط، وإنما أصبح سلاحا يقف به المواطن ضد كل ما يحاك للوطن من تحديات تدور من حوله. ونحن الآن في بداية ثاني أيام الانتخابات الرئاسية نتابع ونرصد وأيضا ندعو المصريين لاستكمال ما بدأوه في رسم خريطة وطنهم واختيار من سيكون رئيسا للوطن، وطن يستحق الكثير من الإخلاص والعمل. تحية طيبة وبداية لثاني أيام انتخابات الرئاسية 2024.